الصباح المستقل للانتخابات الرئاسية مختار الماجري التقى اليوم عددا من المواطنين بمدينة سيدي بوزيد ليطلعهم على أولويات برنامجه الانتخابي. نقول بالدرجة الأولى عندي أمن البلاد وعندي الإرهاب، إن شاء الله ربي يوفقنا. بالدرجة الأولى عندنا أمن وعندنا قفة المواطن والرخاء الاقتصادي. وبعد نقولوا راهو عندنا شباب بطال وعندنا شباب مهمش خريجي جامعات، كنقولوا إن شاء الله نكون أنا بالمهمة اللي أنا نقودها هي سفير المنظمة العالمية لحقوق الإنسان، نكون عادل مع الشعب التونسي. مختار الماجري وعد الشعب التونسي في حال فوزه بالرئاسة بالعدل والمساواة والديمقراطية. قدرة ربي نوعد الشعب التونسي وعد يوصي سفير حقوق الإنسان، سأكون العادل وأكون الديمقراطي ونعطي كل ذي حقا حقه هذه، ونكون عندي توازن بين الجهات وما عنديش فرق بين الشعب التونسي من كل الولايات، وهذا الوعد اللي تاخذوه عليا. البرنامج الانتخابي لمختار الماجري شمل أيضا إحداث صناديق استثمار في كل ولاية لتشجيع الشباب على بعث المشاريع.